ابن الراوندي ذكر سيرته الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، وهو أحمد ابن يحيى ابن إسحاق أبو الحسين الراوندي، قال هو الملحد صاحب الزندقة، كان حيا إلى حدود 300 يعني هجرية، وكان يلازم الرافضة والملحدة، فإذا عوتب قال إنما أريد أن أعرف مذاهبهم، وصنف في الزندقة نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن الجوزي كنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت له ما لم يخطر مثله على قلب. قال ووقعت إلى كتبه من كتاب نعت الحكمة وقضيب الذهب والزمردة والدامغ، صنف الدامغ الذي يدمغ به القرآن والزمردة الذي يزري فيه على الأنبياء. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله نظرت في الزمردة فرأيت له فيه من الهذيان البارد الذي لا يتعلق بشبهة. وقد قيل كان أبوه يهوديا فأسلم هو، فكان بعض اليهود يقول لبعض المسلمين لا يفسد هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة، حتى إنه صنف لليهود كتاب النصرة على المسلمين 400 درهم أخذها من اليهود، فلما أخذ المال أراد أن ينقض ذلك حتى أعطوه 200 درهم فسكت، وكان حاذقا بالكلام وبدقيقه وبجليله، لكنه انسلخ من العلم لأن علمه أكبر من عقله كما قال البلخي في محاسن خراسان. فنسأل الله السلامة والعافية، وهذا شأن من أدخل عقله في شرع الله عز وجل ولم يتقيد بما جاءت به الشريعة من نصوص، فإن بها بإذن الله عز وجل الهداية، لكن من أدخل عقله ضل وأضل، أعوذ بالله من الزيغ والضلال.